هذه الحولة بين الناس، كيف صبي يتولى قيادة الجيش؟ هذا في الأسبوع الأخير. وصلت هذه الإشاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث أيام، ثلاث أيام فقط. وصلت الأخبار أن في اعتراض على امرأة أسامة، فجمع الناس في المسجد وخطب خطبة طويلة فيها أشياء كثيرة. تشرفت لأني درست على يد الشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمة الله عليه. وفي قصة بلقيس رحمه الله تعالى، لما جاء الخطاب من سليمان عليه السلام، جمعت البلد، هذا يعني كبار القوم، وقال وشرحت لهم الموضوع، ثم قالت: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما يمكن أقرر لوحدي، لازم أستشهد، لأن الرجال يميلوا إلى الاستبداد، وعلى فكرة يصنع الطغاة، وذلك في المقدمة اللي صفحوا تصفيق حار للسويدان، هكذا تصنع الطغاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا متشرف جدا أني موجود في المغرب الحبيب، وكانت بداية زيارتي من خلال أغادير، وسعيد جدا بوجودي في هذه المدينة الجميلة، جميلة بجوها، جميلة بتراثها، جميلة يعني سياحتها، وجميلة بشعبها وهذا الأهم، وجميلة بالأخلاق الحميدة التي أراها في تعامل الناس وبين الناس. زادكم الله سبحانه وتعالى من خيره. قدمت اليوم دورة حول القيادة في يوم واحد، تعريف بعلم القيادة وكيف نكتشف ونعد قادة المستقبل. وغدا إن شاء الله سيكون عندي بداية دورة تستمر 5 أيام في أحد الفنادق هنا، وهي متخصصة في موضوع الإنتاجية، كيف نزيد إنتاجية الفرد، وكيف نزيد إنتاجية المؤسسات، وكيف نزيد فعالية الاجتماعات وفرق العمل. فمحور الدورة هي هذه. طبعا أنا كنت أتمنى أن تكون زيارتي أطول، وكانت هي أصلا زيارة متأخرة، لأن كان مفروض أزور قبل 9 شهور، لكني وقعت في مرض طويل أخذ معي 9 شهور، وكان من أول البلاد التي زرتها المغرب، وهذا من سعادتي الكبيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز المغرب ويجعلها من دول العالم المتطورة المزدهرة التي تنافس على الريادة، وهذا عهدنا بأهل المغرب علما وأخلاقا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله، حفظكم الله. ظاهرة ثانية أن المرأة تبني علاقات أكثر من الرجل، وعلاقاتها صادقة أكثر من الرجل. الرجل يمثل حبيبته ما أعرف إيش، طيب، بس هو داخل قلبه ليس كالمرأة، هذا ثابت. المرأة أكثر عمقا وأكثر صدقا في علاقاتها، ولذلك ثابت اليوم.